ها والله طيب. ايش الرياق؟ والله بخير. ايش فيك؟ نبيه. وش فيك؟ يا اخي نواف. ها يا اخي اخي عبد الله. عنقود الواقع. علامك. ايش فيك؟ ايش تبغى تسولف معك؟ تسمح لي؟ تفضل. ليه ما حد جابها الاحمر للحين؟ اوكي بروح اجيبها. وش الاحمر؟ الم كتكات. وش الم؟ نحن حيا ما بصوبك. غريبه ما رحت لهم. رح هناك يا ولد. وش في فعاليات؟ مين هناك؟ اسمع اغاني من يوم ما انا في فعاليات. بس تكن شوي ما قدرت. تعبت والله. تعبت ايش؟ تعبت من كل شيء. يا ولد لازم انا لازم اطلع. تعبت من المشي. تعبت من الحياه. لازم تعبت من افا ما هو الحياه. لا يعني تعبت. تعبت خلاص. انا ما ادري يا ولد. انا ودي اطلع لي تطلع انت روح. اقصد ودي اطلع لي بشيء. سولف. طيب عطني قصه يا ولد. انا مالي خلق شيء ابد. وش خلق خلق فيه؟ مالي خلق في شيء ابد. متى بيكون لك خلق؟ ترى بيجي يوم من الايام تتحسف على الجلسه. انا ادري بدك ان قلت شيء فيها. انا ادري. شنو انا الحين؟ انا بتحسف اني انا قلت اني تحسفت. لا لا باقي احمد رحيه من المجموعه الرابعه. والله يا ظليم من وصف رصدك. بيجي يوم من الايام تتحسف انك تكيت الجلسه ذي وقعدت تقول اني اتحسف اني بتحسف ذاك اليوم عليها. شو شو؟ طيارة. يا ضايع. وين رايح؟ وين ينزل الدروب؟ يا رب انزلنا. ترك والله انك مبدع يا عبود. من ناحية. والله انك مبدع. من ناحية. من كل النواحي. لا تقول لي مبدع، أنا ما عندي سالفة. والله انك مبدع، والله. اشتمل على موالك هذا صدقني أنت بتوصل. المواصيل. طيب خلص البرنامج. ايش بقدر اقدم؟ وصولها. انت قد جرت لك تقول قصه؟ لا. ورا ما تجر. ما عندي شيء اقول. ورا ما تحاول انك تقول قصه. ما تقبلت اني افتح كتاب وافهم سالفه بعدين اروح اقولها. اسمع اسمع. ما قدرت. طيب اسمع اسمع سالفه وتعال قلها بطريقتك. تكون حلوه ظنك؟ نعم. مشكلتي هذا اللي انا سويته. انا مشكلتي هذا اللي انا سويته. انا مشكلتي مع الانهاء. انا ما اعرف اني. انا اعرفك تقدر اتكلم من نفسك. تبين تتكلم من نفسك؟ شفت الناس. شفت لك مقطع الناس يقولون تشبهني كلام خليفه انك تاثرت من نواف. انا ما عرفت. انا ما اقدر. انا ما اعرف اني انا اتكلم من نفسك بس ما قدرت. ما اقدر. سوي نفسك. شفت ايش معك؟ 55 يوم ما تبي اصير نفسك. طيب جرب. طيب طيب جرب. اذا انا اثرت عليك بسلوبي لو القي قصه نفس اسلوبك اني انجح. بشروبي وشروبي حط حقوق سناب. اقسم كل سناب. ها والله بنت الحين. ها لابس نفس المكان. ما في مخده من ورا حطيته هنا. علك ولا شيء بنت مخده ورا. اسمع ايام العيد عيد الفطر حلوات. اسمع جرب. نيش جرب. جرب تقول قصه. انا بس تدري شو الميزه اللي اتمناها انها فيني. انا بنشدك على حد ان شاء الله انه مو علينا الحين. ترى ما اضمن. لا يجي بعدين يقولون بعتك. تكفى يمكن البث 70% يكون علينا 70% لا. طيب خلاص غير الموضوع. اوكي غير الموضوع. لا قول قول. انزل خاطرك. تبي تسوي ميوت حتى لو علينا ينغبنون. اسوي؟ يلا اصبر انا ما عندي ميوت لازم اطفي.